الحان المهدي، الحان بخلاف أدائك في المسرحية، إنما كمان اللي بيروح المسرحية بيستمتع بصوتك الجميل الرقيق، لأنه وظفت صوتها في الشغل. طبعا ميرسي جدا لحضرتك. والله هو محي اصلا اول ما كتب المسرحيه فقعد معايا وحكى لي الفكره وحكى لي شخصيه ليلى، فانا حبيتها جدا لان هي شبهي جدا، يعني هي برضو بتحب الغنى وبتحب التمثيل، وزي ما محمدي قال بيبقى عندنا احلام مش عارفين هتتحقق بشكل احترافي ولا لا، بس ده ما بيمنعناش ابدا ان احنا نفضل مصدقين فيها. فهي بتغني طول الوقت، هي بتغني بتشتغل في المسرح فبتغني وبتحب تعمل استعراضات ونفسها تمثل ومصدقه قوي في حلمها ده، رغم ان ما فيش اي حاجه كانت بتثبت ان ده ممكن يتحقق في يوم من الايام. طيب احمد محي، احمد ومحمد محمدي عملتوا ثنائي مع بعض، اشتغلتوا مع بعض قبل المسرحيه دي في حاجات تانية كتير. على مستوى الكتابة كتبنا مسلسلات الحمد لله كويسة، خلصنا بشياكة، سوبر ميرو وعزمي أشجان، في بيتنا روبوت الجزء الأول، مسلسل المغني أستاذ محمد شاركنا في هربانة منها، هربانة منها، فيلم ألبومه، وفيلم بقى ان شاء الله شيكو الجديد ابن الحاج احمد نازل في العيد اللي جاي ان شاء الله. احنا انتم بتحبوا يعني او الكتابة الكوميدي هي اللي بتستهويكم؟ والله ده وده، بس احنا اكتر يعني اشتغلنا اكتر على الكوميدي، بس احنا الحمد لله بنعرف نعمل الاثنين بشكل كويس، سواء حتى في المسرح، حتى بنكتب بمسرح، حتى حاجات دراما عادي، بس هو لقينا نفسنا بنعمل ده في الوقت ده يعني. وده كان تقدم خطوات، يعني خطوات بتحسب لكم طبعا. اما ميشيل بقى فانت انت اعلانات، عملت اعلانات ومسلسلات برضو، بس يعني الاكتر الفتره الاخيره اللي يعني الناس شافته الاعلانات يعني. الحين قبل ما ندخل في تفاصيل حلمك الشخصي هتسمعينا حاجه من الغنيتين من المسرحيه طبعا. ميشو اتعلم، ميشيل اتعلم عود مخصوص عشان المسرحيه، عشان في جزء بنغنيه لايف. ايوه بس تعليم العود ما بينفعش بسرعه كده يعني. لا هو اتعلم، اتعلم بسرعه جدا، كان تحدي بالنسبه له بس الحمد لله. هو انا في الاول لما محي كلمني عن المسرحيه قال لي يعني في حته بنلعب فيها عود، قلت له يبقى مش انا على طول انا دور تاني. انا دور ده كمان زنقته فقلت له لا يعني هنشوف ده بعد، قال لي طب خلاص تعالى نشتغل على الشخصيه وبعد كده ايه نبقى نشوف حل يعني ممكن نبقى ننزل بلاي باك او كده. فلما اشتغلت على الشخصيه قلت له الشخصيه دي لازم تلعب عود، ده ما ينفعش ينزل بلاي باك هيبقى مش حقيقي، لان العرض كله حقيقي، فهاجي انا ابقى في الحته دي بينزل لي بلاي باك. فقلت له بص يعني تعالى، فجاب لي محمود شهراوي من الكونسير يعني حد شاطر جدا جدا وعلمني، وعلى قدي برضو يعني لسه. انت تنفع العود بقالي شهر والعود جاهز والحان بتغني والحان جاهزة ان شاء الله. يروح الزمن الجميل هفها فيه، وخدينا للماضي وسحروا الخفي، ورفرفي قلوبنا فوق اللي فات، وبص للي جاي وانت بترفرفي، ورفرفي العمر الجميل الحنون، ويفر ويفرفر برفة قانون، وندور نلف ما بين حقيقة وزنون، وبين أسى هف هف وهفيت جنون. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها، يلي بدعت الفنون وبقتكو أسرارها، دنيا الفنون دي خميلة وانتو أزهرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها.
والفن دنيا جميلة وانتو انتو انوارها. الله الله ده اسمك، ده اسمك الحقيقي ولا اسمك الفني؟ لا اسمي الحقيقي. يعني في البطاقة اسمك ألحان. أيوه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.